صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة أفل زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأحلى أصدقائي الطيبين المزيانين مش يعطيوني تصفيقة كبيرة 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 كبيرة. ونلقى وليد ناشط ما شاء الله عليه يشبه للكابتن ماجد في شعره الجميل. عسلامة. عسلامة. شو نحوالك؟ لبس. لبس عليك. شو نحوالك يا دكتور؟ لبس. الحمد لله. شو اسمك أنت؟ رسلان بوزيد. اسمه رسلان بوزيد الدكتور هذا المزيان وطبليته مزيانة. قديش عمرك يا رسلان؟ 5 سنين. عمره الدكتور هذا 5 سنوات. وانت الدكتور فيش؟ الأسنان. هو دكتور متاع أسنان صحيح. خلنا نتعرف عليك يا دكتور الأسنان. ترى خلنا نشوف الأسنان متاعك. اه جميلة ومزيانة. اش تعملهم انت؟ أحكهم بالمعجوني والفرشات. بالمعجوني والفرشات مرة بركة في اليوم ولا أكثر من مرة؟ أكثر من مرة. أكثر من مرة في النوم وقت نجي نرقد وكنفيقوا هكا ولا؟ نعم صحيح. شكون قال لك هذي تعمل؟ وحدي. وحدي. شو اسمها أنيسة؟ أنيسة نصري. هي اللي علمتك القواعد الصحة؟ نعم صحيت. وعلمتكش حاجة أخرى في قواعد الصحة؟ عملتش. قل لي ايش علمتك؟ اي اغسل يدي بالماء البائي من الصابون واغسل وجهي بالماء والصابون. ايوه كل يوم زاد هذايا. نعم صحيت. باش يدينا ظني نظيفه. نعم خاطر فما حاجات فما اوساخ وفما. نعم ايوه وفيروسات وجراثيم هكا ولا؟ نعم صحيت. وديما نحافظوا على النظافه هكا ولا؟ نعم صحيت. نلبسوا لباس نظيف وما نقعدوش في اماكن هكا مشبوهه. نعم فيها هكا حاجات خايبه. نعم وكي ناكلوا نشيو ديما من الشارع ولا ناكلوا في الدار؟ نحنا ناكلوا في الدار. صحيت. خطر في الدار ماما تعملنا غذاء صحي، وإلا كي نمشيو من الشارع نشريو من مكان نظيف فيه هكا قوالي هكا المكان واضح هكا ولا؟ صحيت يا دكتور. يا باهي قولي قديش انت كي نجيو نعديو عندك في العيادة نتاعك قديش فلوس نجيو؟ قديش يلزمنا نجيبو فلوس؟ برشا ولا شوي؟ برشا. قديش فلوس مثلا؟ هاي 10,000. هاي عيادتك ب10,000؟ كان نمشيو نعديو عنده. نعم ولا لا؟ باهي سوم 10,000 باهي وبال10,000 وتزيد معاهم أنشودة. شنو الأنشودة باش غنيها؟ أيام الأسبوع بوا نعرف نسميهم الاثنين والفلافة هما أغلى صحابي وكتابي فيهم حروف الهجاء هما أغلى صحابي نهار الجمعة حديقة مشي أسبوع موسيقى ويسعى ملني الناس الكل تصلي ولي الناس المعنهار عظيم الناس الكل تصلي يا ربي يا كريم يعيش بابا وامي يعيش بابا وامي. نهار سبت ولا حد نهارتنا مفيدة شيء أسبوع شيء أسبوع إن شاء الله أيامنا سعيد. إن شاء الله أيامنا سعيدة. أعطيك الصحة يا رسلين. نعطيه تصفيقة كبيرة رسلين. قولوا إلى اللقاء. إلى اللقاء دكتور كيدز.